دائما نرسم على الجدران افكار متعدده، يعني افكار كان لها علاقه بالثوره وافكار لها علاقه بالطفوله، افكار اجتماعيه لها علاقه بالمعاناه يلي بيعيشها المواطن هون بالمحرر. دائما نحن بنرسم على الاطفال بغايه انه زرع الابتسامه على وجوههم قدر الامكان. هن كثير تعذبوا بهالحرب وكثير عانوا وحتى حرموا من حقهم بالطفوله. من خلال افساح المجال لهم بالتلوين معنا ويعبروا عن يلي بيجول بقلبهم وبخاطرهم برسومات على الجدران. طبعا هن دائما بنشوف انه في منهم كثير موهوبين، مواهب مدفونه دائما، يمكن بس ياخذ فرصه هذا الطفل بتلاقيه انه صار يبدأ.